السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات وأولياء أمور ومعلم الصف الأول إعدادي. النهاردة إن شاء الله رجعنا لكم هنحل كتاب بيت باي بيت يونت 8، الوحدة التامنة في القناة، طبعا يونت 7، وإن شاء الله هنحل الكتاب كله مع بعضنا إن شاء الله في القناة. هنبدأ من بيج 41 صفحة 41. ذا تحيا مصر نوت جوز أوفر ذا نايل إن كايرو. تحيا مصر طبعا تانل، نفق بريدج، سيدي تاور طبعا تحيا مصر، بريدج كوبري تحيا مصر. ذا كايرو نوت از ذا تولست بيلدينج ان ايجيبت، اطول مبنى في مصر. تاور سيدي تانل بريدج طبعا ذا كايرو تاور اللي هو برج القاهره. سيتي يعني مدينه والتانل يعني نفق وبريدج يعني كوبري. A lot of tourists visit the great knot of Giza every day، طبعا الهرم الاكبر اللي هو الجريت بيراميد. I think Russia اللي هي روسيا is the best, biggest knot in the world. روسيا اللي هي دولة روسيا تعتبر ايه؟ country, century, river, mountain, جبل, نهر, قرن, country طبعا بلد. The channel not goes under the sea، بيعدي تحت البحر. between England and France طبعا يبقى نفق. tower, برج, bridge, كوبري, tunnel, building مبنى طبعا tunnel. قول اللي بعدها بيقول لي اسيوط is not a very big river, tower, city, tunnel طبعا اسيوط city مدينة. a knot is a tall narrow building، مبنى ضيق. تاور جولة، برج بيراميد، ماونتن طبعا تاور اللي هو البرج. The show was not everyone liked it، كله كان حبه. terrible الفظيع يعني سيء، bad worse amazing طبعا amazing. tourists from around the not visit Egypt every year، من كل أنحاء السيركل دائرة. tower building world طبعا العالم. how not is lake بيكال in Russia، how many how deep how tall how often طبعا كم عمقها how deep. This knot goes under the river، بيمر تحت النهر. tower tunnel lake canal، طالما أسفل النهر طبعا يبقى التانل اللي هو النفق. A or an is something used for people، أما يستخدم بواسطة الناس. and cars to cross a road or river، road طبعا يعني طريق road. pyramid tower bridge lake طبعا bridge اللي هو الكوبري. not long is Cairo Alexandria desert road، الطريق اسكندرية القاهرة الصحراوي. how long what long why long how long طبعا how long. the 6th of october bridge كوبري 6 اكتوبر was built to link عشان يربط the two nile اللي هما شطي النيل rivers او ضفتي النيل seas beaches banks طبعا banks. عندي هنا محادثه بين احمد وعمر. احمد بيقول له yesterday we learned about some amazing place in egypt، احنا اخذنا او اتعلمنا حاجات عن بعض الاماكن في مصر. قال له what are they، مين هما؟ قال له the first place was the knot of Giza، طبعا هرم الجيزة يبقى طبعا ما وماذا، أو الواحدة هتبقى what طبعا pyramid اللي هي أهرامات الجيزة. قال له they are really tall، طوال جدا. what is the knot place، قال له the second place is the library of Alexandria، مكتبة الأسكندرية، يبقى ما هو ثاني مكان. قال له wow it's really fantastic، إنه رائع. What other places did you learn about؟ إيه الأماكن الأخرى أنت اتعلمت حاجات عنها؟ قال له زلوكسور نقط it's amazing، طبعا معبد الأقصر اللي هو زلوكسور تيمبل. قال له how not is it؟ قال له I think it's about 3500 years old، يبقى سأله عن العمر بتاعه يبقى how old. قال له oh I'll visit it next weekend، أنا هزوره الأجازة القادمة. هنا بيقول له that book costs only 2 pounds، هذا الكتاب يتكلف 2 جنيه. يبقى it's really بأنه حقا expensive غالي، cheap رخيص، dangerous خطير، safe آمن طبعا cheap. our school gave prizes to some students، ادت جوائز لبعض الطلاب. for their عشان their dreams achievements bridges floors طبعا achievement انجازاتهم. no one agreed to buy the dog، محدش وافق يشتري الكلب. because لأنه it was really لأنه كان حقا beautiful جميل، نارو ضيق، ugly قبيح، wide واسع طبعا ugly يعني سيء أو قبيح المنظر. The best time to cross the تحيا مصر bridge is at، أفضل وقت تعبر فيه كوبري تحيا مصر إمتى؟ sunscreen sunblock sunflower sunset عند غروب الشمس طبعا اللي هي sunset غروب الشمس. all of us كلنا بنحب the not view of the Nile، beautiful view narrow view جميل ضيق cheap رخيص ugly قبيح طبعا the beautiful view المنظر الرائع للنيل. the world's widest ويدست يعني الأكثر اتساعا bridge opened in Cairo in May 2019 running suspension swimming flying طبعا suspension.
I can't buy that mobile. أنا مش هقدر أشتري هذا الموبايل. It's really إنه فعلا safe, آمن, expensive, غالي, beautiful, جميل, empty, فارغ, طبعا expensive. We went ice not in mall of Egypt yesterday. Ice skating, climbing, drinking, studying, طبعا ice skating. Not are the most dangerous, الأكثر خطورة, animals in the world, الحيوانات الأكثر خطورة. Subjects, islands, bridges, insects, طبعا للحشرات. I am not of being Egyptian. I am careful. أنا حريص. Empty, white, proud. طبعا proud يعني أنا فخور لأني مصري. It's not to climb up the ladder very quickly. إنه من النقط إن أنت تتسلق اللادر السلم quickly بسرعة. Safe من الأمان. Modern حديث. Old قديم. Dangerous طبعا من الخطر. I think mountain not is the most dangerous sport. الرياضة الأكثر خطورة. Moving, climbing, spending, building. طبعا climbing. The tourists admired, معجبين, the knot of the Nile when they went on the bridge. Cave, calf, view, taste, viewer, طبعا منظر, view. A knot is a black and yellow insect, حشرة لونها أصفر, في أسود, that makes honey, بتصنع العسل. Horse, goat, bee, bear, الدب, المعزة, الحصان, طبعا النحلة, اللي هي bee. Knot is the time when the sun disappears. لما الشمس تختفي. From the sky at the end of the day. اسمه sunset ولا sun cream ولا sun glass ولا sun الشمس. نظرة شمسية. كريم وقت من الشمس. sunset طبعا اللي هي فترة الغروب. Mount Everest, جبل إيفرست, is not than Mount Kilimanjaro. Highest, high, as high, higher. طبعا في زان يبقى higher than. Look at the two pyramids. انظر إلى هذين الهرمين. Which one is not, أيهما نقط. Tallest, taller, the tallest, as tall, طبعا taller. Old cars, السيارات القديمة, are usually not than modern cars. مقارنة. Neither, noisy, noisest, as noisy, طبعا neither. Giza is not than Tanta. مقارنة برضو. Big, bigger, biggest, the biggest, طبعا bigger. The Nile River is longer, not the Amazon. Longer, a, صفة, your, a, as, most, more, than, طبعا than. Cairo is the most crowded than Aswan. طبعا is more عشان فيه than. An elephant is big than a camel. طبعا bigger وفعل آخر حرف ساكن, صفة قصدي بضعف الساكن, ونحط er. The red car is most expensive one. طبعا the most, الأكثر غلاء. أحمد is clever student in my class. طبعا أحمد الأمهر, صفة قصيرة, يبقى the clever وحط لها طبعا اي اس تي تبقى ذا كليفرست. ماي فريند ليفز ان نوت, او ليفز نوت ذا سكول ذان مي. ليفز نوت ذا سكول ذان مي. نيرست, نيرر, نير, مور, نيرير, طبعا نيرير. هو از نوت بيرسون ان يور فاميلي. هو از تولست, از تول, ذا تولر, ذا تولست, طبعا من هو الاطول. هو از ذا تولست. A train, القطار, is not than a bus, faster, fastest, as fast, the fastest, طبعا مقارنة من اتنين, faster. I am not now than yesterday, as good, good, better, the best, طبعا في than يبقى better, صفة شاذة. My dad thinks English is not than French, difficult, more difficult, as difficult, the most difficult, طبعا more difficult, يعني أكثر صعوبة. My cousins, أولاد عمي, felt not after they moved to a new flat. شعروا بالhappiest, happier, more happier, as happy, طبعا كانوا happier. The tourist, سياح, went to not restaurant in the city. Good, the better, the best, as good, طبعا the best restaurant, أفضل مطعم في المدينة. Is دعاء not than her sister, من أختها. Old, as old, the oldest, older, طبعا older. This is not building in the street. Biggest, the biggest, bigger, as big. طبعا this is the biggest, أكبر مبنى. علي is tall, but Rami is taller. Tallest, tall, as tall. طبعا رامي أطول, taller. The mountain was more high than we thought. طبعا كان higher, أعلى. عشان than ودي صفة قصيرة متاخدش more. This is the happy day in my life. طبعا happiest, وهابي اخرها واي بتحذف وتقلب الى اي اس تي. Which tunnel, اي نفق او ما هو النفق. Is longest, this one or that one. طبعا is longer, ايهما اطول.
cheese الجبنة is better for you than fruit طبعا ده بات صفة سيئة طبعا صفة سوري شاذة هتبقى worse خلاص كده. وممكن طبعا which one is better أيهما أفضل أفضل من الإجابة دي يعني which one is better for you than fruit أيهما أفضل ليك أفضل من الفروت يبقى better أفضل من مين من worse. هنا write a paragraph about amazing place around the world وزي ما وعدت حضراتكم في فيديو هننزله هنجمع فيه أهم الباراجرافز الموجودة في المنهج. The Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير أو الجديد has not for a lot of objects house entrance مدخل fountain نافورة space يعني في فراغ طبعا space people found a lot of not inside that ancient building trains treasures tricks trams ترامات رحلات بتاع ده خدع treasures كنوز طبعا treasures. The tourists took a lot of photos at the museum not beach bank website entrance طبعا التقطوا العديد من الصور في ال entrance في المدخل. How many ancient objects ما هي او كم عدد الاشياء القديمة were not displayed in the museum at on of about display يعني يعرض on display. The tourists stopped at the water not to take some photos storm mountain volcano fountain عاصفة جبل بركان طبعا النافورة. The museum has a lot of فيها العديد من النقط objects they are really wonderful terrible أشياء سيئة bad برضو سيئة valuable قيمة worse سيئة طبعا valuable يعني أشياء أثرية valuable يعني قيمة. I always leave my car أنا بترك السيارة in a nearby car نقط park park palm poem طبعا اللي هو الموقف park أو حديقة. My book is similar not yours similar بتاخد ايه مشابه similar at of onto طبعا similar to يعني مشابه لي. There were more than 160,000 of Egypt's most valuable في أكتر من 160,000 قطعة أثرية not museum spaces walls subjects treasures طبعا treasures كنوز. I couldn't put the beds أنا مش هقدر أحط سرير in my room as there wasn't enough not there مفيش مكان فاضي spice space science sky فراغ أو حيز يعني space. Ali won the first prize in yesterday's فاز بالجائزة الأولى في نقط competition collection fountain column طبعا في ال competition اللي هي المسابقة أو الإيه أو المنافسة. The Karnak Temple معبد الكرنك has a lot of stone websites guides columns guards طبعا في columns لأن silent. Mr. Miss Alaء أو Mr. علاء has a great note of stories collection entrance stone park عنده مجموعة رائعة من القصص collection. The note of the kings نقط الملوك in Luxor is one of the most popular places valley Nile cave river وادي الملوك the valley of the kings. The British Museum المتحف البريطاني in London is the oldest note museum in the world careless helpful public ugly طبعا اكبر او اقدم متحف عام في لندن. I don't like this hotel انا لا احب هذا الفندق it's not very modern انه ليس حديث because so although but طبعا لانه يبقى because. We went نحن ذهبنا to the shop for some bread not the shop was closed والمحل كان مغلق. Although على الرغم but because so طبعا ولكن المحل كان مغلق. أحمد didn't come to school yesterday ما جاش المدرسة he was ill كان مريض طبعا ده سبب because. My sister didn't like the book ما حبيتش الكتاب not I loved it على الرغم ان انا حبيته طبعا جايب لي هنا because so although but طبعا but I love it ولكني انا حبيته. The computer was very expensive كان غالي because I bought it طبعا هنا في تناقض هنقول but I bought it ولكن انا ايه اشتريته. He was poor and he was happy هو كان poor فقير but he was happy لكنه كان سعيدا. I didn't like the music and it was too loud لانها كانت عالية طبعا مش وكانت عالية because it was too loud. هنا طبعا عايز paragraph عن the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الجديد او الكبير. هنا عندنا complete the following dialogue بين مرام وأحمد. What is the best book you can think of؟ ما هو أفضل كتاب أنت بتفكر فيه؟ عند التعبير عن رأي بنقول in my موجودة في الورقة طبعا it's Gulliver Travels
كتاب اسمه رحلات جاليفري بقى طبعا in my opinion، يعني in my opinion في رأيي. why لماذا، why دي ليها إجابة طبعا ثابتة دايما بنجاوب عليها اللي هي كلمة مين، because. because يعني ايه؟ لأن. it's really interesting، قال له I am sorry but I don't have the same opinion، لكن أنا ما عنديش نفس الرأي. طبعا هنا قال له why لماذا، قال له I think Robinson Crusoe، أنا شايف إن Robinson Crusoe is تعتبر not interesting، طبعا ممكن نقول the most interesting، الأكثر تشويقا. قال له what، no نقط، no حاجة. قال له anyway both are great books، هما الاثنين كتابين طبعا من الكتب العظيمة، يبقى no way. قال له anyway both are great books، قال له I agree not you، طبعا I agree with you يعني أنا أتفق معك. السؤال اللي بعده بيقول لي the pyramids at Giza، الأهرامات في الجيزة are easier not tourists to visit than the red pyramid، من الهرم الأحمر. easier to، easier for، easier about، easier out، طبعا easier for سهل على. منى has got not money than so fewer، fewest little less، طبعا هنختار fewer. we visited Egypt is not places last year، best the best more less، طبعا احنا زرنا best places افضل مكان. pizza is worse not you than a cheese of in at for، طبعا for you من عليك. he is so weak، هو ضعيف جدا، although he can carry heavy objects، الرغم ان هو يستطيع ان يحمل العديد من الاشياء، طبعا هتبقى but، ونكتبها كابتل عشان بداية جملة تانية. the hypostyle hall is 5000 circle meters long، طبعا هو عبارة عن 5000 square، يعني ايه 5000 سكوير؟ 5000 مربع مش 5000 دايره. عمر والتورست ويلكم تو ايجيبت، اهلا بك في مصر. از ذس يور فيرست فيزيت تو ايجيبت؟ قال له ثانكس يس اتس ماي فيرست تايم تو بي هير. نوت بليسز ويل يو فيزيت هير، طبعا ما الاماكن، ممكن يقول له وات بليسز وممكن نقول ويتش. قال له ايل فيزيت ذا كارناك، اسمه كارناك ايه؟ طبعا كارناك تمبل اللي هو معبد الايه، كارناك. قال له واو. What other places will you visit؟ الأماكن الأخرى أنت هتزورها. قال له I'll visit the Grand Knot Museum، اسمه طبعا Grand Egyptian Museum اللي هو المتحف المصري الجديد أو الكبير. قال له طبعا great، how not will you stay in Egypt؟ قال له I'll stay for one week، يبقى كم طول المدة يعني how long. قال له have a nice time، قال له not you، طبعا هيقول له شكرا لك thank you. السؤال اللي بعده بيقول لي the Nile is quite not in Cairo، النيل إلى حد ما في القاهرة وايت، cheap modern old، طبعا النيل إلى حد ما وايت. let's buy، دعنا نشتري green apples because the red apples are more expensive، as expensive، expensive than the expensive، طبعا more expensive يعني أكثر إيه، أكثر غلاء. the market is always very busy at this time، don't go now or it will be very empty، quite crowded وايت، طبعا مزدحم crowded. London is not than Brasilia، modern more modern، the most modern as modern، طبعا دي مقارنة بين اتنين more modern. what is the not place in Egypt most popular، more popular، as popular، popular than، طبعا هنا عشان في زي يبقى the most popular. when my uncle dies، عندما عمي dies، it was the not day in my life، لما عمي يموت هيبقى not يوم في حياتي. the bad as bad worst the worst، طبعا اليوم الأسوأ. the grand Egyptian museum، المتحف المصري الجديد، is not from the city center than the old museum، bigger further deeper wider، طبعا further أبعد. where did you buy that laptop، من أين اشتريت هذا اللابتوب؟ from a famous shop in the city town screen center circle، طبعا وسط البلد center. I like working، أنا بحب أعمل in my office because it's always noisy quiet narrow، لأنه طبعا غالبا quiet يعني هادي. that cover not your mobile from dust من التراب، يحمي stops produce protects breaks، طبعا protects. I said it was a very good film but حسن agreed like it disagreed admired، لكن حسن اختلف معايا. that bird هذا الطائر is the fastest it can fly not more than 300 كيلومتر بير اور، بيقدر يطير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، طبعا at. what does the man you saw look يشبه، look ايه؟ he is tall with black hair، طبعا look like.
What do you think not the new TV show العرض التلفزيوني of about at for طبعا about of اللي كده ماشي I don't feel the not as you bought that new car I don't feel the same some like as طبعا the same نفس الشيء Ali was too tired and couldn't go not in the city older wider narrower further طبعا أبعد further We need to buy some more water. احنا محتاجين مية اكتر. This bottle in this jug دي full empty crowded low طبعا empty. Osman is stronger than Hussein. Stronger. Samir is most careful than. يبقى more careful. عشان مقارنة بين سمير وعلي. Amir was the better student in my class. Was the best. He walked far than he needed طبعا الدرجة الثانية further شاذة I watched a nice show at television طبعا on television Can we go out today? No road I am too busy طبعا no way When a paragraph about the most beautiful place you know أفضل مكان أنت مستمتع به وصلنا للاختبار طبعا الليسن موجود في نهاية الكتاب هنبدأ من المحادثة عمر وحسام Yesterday we visited the Grand Egyptian Museum. Wow, not that it's only 2 kilometers from the pyramids من الأهرامات. ممكن نقول where is it? أين هو? When did it open? متى افتتح? It opened not 2019 السنوات بتاخد in. Was it not? Yes, it was really interesting. إنه فعلا interesting. يبقى نقول نفس الكلمة دي فوق اللي هي شيق interesting. هل هو interesting? طبعا interesting. What did you know there? We saw a lot. What did you see? ماذا رأيت? We saw a lot of ancient not. I will go there next week. طبعا هناك ancient objects لأشياء تاريخية. السؤال اللي بعد comprehension القطعة بيقول لي the kings of ancient Egyptians الملوك مصر القديمة were very powerful كانوا قوياء. They built tombs يعني مقابر to be buried in يدفن بها. They thought that the king was a god. كانوا شايفين ان الملك اله. They didn't wear many clothes. ما كانوا بيلبسوا لبس كتير. Men wore a kind. كانوا بيرتدوا نوع من الشورت سكيرت. يبقى سيارة. But women used to wear long dresses. فساتين طويلة. Women didn't go out to work. ما كانوا بيخرجوا للعمل. They stayed at home. ازاي طبعا تقعد على الومن. كان بيمكسوا في المنزل. Most men were farmers. معظمهم كان فلاحين. There. Children أطفالهم did the same jobs as their parents والأطفال كانوا بيشتغلوا نفس شغلانة الوالدين Girls stayed at home البنات كانوا بيمكسوا في المنزل with their mothers مع الأمهات They learned to look after their families اتعلموا يعتنوا بالعائلات Boys worked with their fathers الأولاد يعملون مع الوالدين They only went to school if they wanted to learn to do a new jobs كانوا بيروحوا المدرسة عشان يتعلموا حاجة جديدة Children used to run كانوا معتادين يجروا jump يقفزوا and play games ويلعبوا Their toys were made of wood. الألعاب بتاعتهم كان معظمها مصنوع من الخشب. أول سؤال Where were the kings of ancient Egypt buried? كانوا بيدفنوا فين طبعا in tombs في المقابر اللي كانوا أما يبنوها tombs البيس island. Why did the girls stay at home? ليه البنات كانوا بيمكسوا في المنزل? Girls stayed at home with their mothers. They learned to look عشان يعتنوا بzeir families. دي number two. Would you like to live in ancient Egypt? هل كنت تحب تعيش في مصر القديمة? Why not? طبعا أنا ممكن أقول yes وممكن أقول no. ممكن طبعا yes to learn from them. علشان أتعلم إيه منهم. Most men in ancient Egypt. معظم الرجال في مصر القديمة wore كانوا بيرتدوا caps, blouses, trainers, skirts. طبعا skirts. The ancient Egyptians thought that their king was a. كانوا شايفين إن الملك بتاعهم father of God, إله, prince, أمير, leader, قائد طبعا God. God يعني إله. The underlined words they قلنا كلمة دي تعود على مين sons, children, men, women طبعا على النساء women. السؤال اللي بعده سؤال اللي choose عندي طبعا بيجي 10 جمل. أول جملة معانا بيقول لي be careful كن حذر. You don't hit your head on the door. عشان دماغك ما تخبطش في الباب It's a very empty, low, noisy, white طبعا منخفض low All the people and pikes
only people and bikes الناس والدراجات can go down that road because it's very narrow wide big long لأن طبعا الطريق ده narrow يعني ضيق. The teacher was angry كان غضبان because the students were very quiet هاديين noisy narrow low طبعا مزعجين. Ice skating is not than skiing neither noisy noisiest as noisy طبعا في زين يبقى noisier. الجملة اللي بعدها بيقول لي people use not to cross to cross الناس بتستخدمها عشان تعبر الطرق والأنهار planes bridges rockets صواريخ towers أبراج طبعا كباري. The museum is usually المتحف عادة not on Saturday than Sunday crowded more crowded most crowded as crowded طبعا more crowded أكثر زحمة عشان في كلمة mean than. There is not much noise in that village مفيش ضوضاء كتير it's really quiet quiet noisy loud إنها طبعا هادية quiet. I think the blue dress أنا أعتقد إن الفستان الأزرق is not than the red dress nice nicer nicest as nice طبعا زين يبقى صفة ER. Not is the time when the sun disappear اختفاء الشمس from the sky at the end of the day sunlight sunscreen sunset sun cream طبعا غروب الشمس sunset. The man couldn't carry the box لا يستطيع أن يحمل هذا الصندوق not it was too heavy لأنه but however because although طبعا because. Tennis is little dangerous than football طبعا هتبقى less أقل. حسن is good but كمال is أفضل يعني better. This is the more book in the library طبعا this is the ممكن نقول the more beautiful with the most عادي الاثنين ما فيش مشكلة طبعا this is the most book in the library ورد طبعا the most beautiful مثلا الأكثر الايه الأكثر جمالا أو ممكن نقول the best book سوري خليها the best book. Who is the more beautiful girl in the party طبعا who is the more beautiful الأكثر جمالا يبقى who is the most beautiful. هنا بيقول لي write a paragraph اكتب paragraph عن the grand Egyptian museum المتحف المصري الكبير وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله في فيديو هنقدم فيه كل الparagraphs الموجودة في الفصل الدراسي الثاني انتظرونا ان شاء الله قريبا جدا في حل unit 9 والسلام عليكم ورحمة الله